السلام عليكم، اهلا وسهلا. اليوم مو مثل اي يوم، ثواني بالله. مقطع اليوم يا جماعة الخير مختلف بشكل كبير. مقطعنا اليوم راح يكون مزاد المطفري. السلسلة المنتظرة والمرتقبة راح تكون اليوم سلسلة مزاد مطفرين. فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وليتس جو. أعطيكم شرح بسيط على السلسلة. في الحلقة الأولى من سلسلة مزاد المطفرين عرضنا فيها اللي هو حساب سكيلتون، والسلسلة الثانية يا جماعة الخير عرضنا فيها جهاز بي سي، والمرة الثالثة عرضنا فيها القناة الثانية، والمرة الرابعة عرضنا فيها برضو حساب سكيلتون. ولكن يا جماعة الخير صلوا على النبي، صليتوا على النبي زيدوه صلاة، زيده صلاة. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. سلسلة اليوم راح تكون مزاد المطفرين، ولكن على ثلاث أشياء. في الحلقات كلها كنا نعرض شيء واحد فقط، ولكن اليوم قررت أعرض لكم ثلاث أشياء. جلست كذا بيني وبين نفسي قلت أسامة الحلقة هذه لازم تكون قوية لأبعد درجة، طبعا بسبب ان في ناس كثير تكلمني تقول أسامة الموقع اللي كنا نعرض فيه قبل في ناس كانوا ينتحلون شخصيتك إلى آخره. اليوم جبت لكم التطبيق اللي راح يحميني ويحميك بعد الله سبحانه وتعالى، اللي هو تطبيق شباك. ليه أسامة اخترت تطبيق شباك خاصة؟ أوه شكل هذا إعلان يا أبو صالح. اسمع حبيبي عزيزي المتابع، ركز معي. تطبيق شباك، سبب اختياري للتطبيق هذا يا جماعة الخير لأن أمانة عالي، وأقدر أدفع من داخل التطبيق وما له داعي أجيب وسيط إلى آخره. في الحماية والسكيورتي فيه عالي، يعني الشخص اللي بيكذب أو بيغش أو بيسرق جي جي والله العظيم إنها راحت عليك. عشان كذا اخترت تطبيق شباك. وزيادة على كذا عندهم توصيل يد بيد، يعني أنا أجي أوصل لك، وعندهم مندوب يجي أخذ الغرض من عندي يودي، ما له داعي أتصل على أحد يا بلان ودا. قفلنا على الموضوع هذا. فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، مقطع اليوم دسم لأبعد درجة. جيب معاك أي شيء تبغى تأكله. طيب وش هي أسامة الثلاث أشياء اللي راح تكون معنا اليوم؟ معنا أول شيء الله يسلمكم اللي هو جهاز آيفون. ايوه عشان نبعد الشكوك يا بكرتون فاضي، كرتون فاضي، ولكن راح يكون في ايفون بنفس هذا، بس لحد الان ما اخذته. الشيء الثاني يا جماعه الخير الكاميرا الرديف اللي استخدمها ايش دخل ايفون، واضح انه مطفرني كثير. الكاميرا الثانيه يا جماعه الخير اللي استخدمها سوني مارك 6 حرفيا. شخص اللي حاب يصير فلوجر او حاب يصور مقاطع في اليوتيوب، الكاميرا هذه راح تفيدك باذن الله. سعرها مره غالي من الاخير. الحين كذا خلصنا شيئين يا جماعه الخير، الشيء الثالث ايش احط لهم في الشيء الثالث؟ ايش تبون في الشيء الثالث يا جماعه الخير؟ ثواني، هذا اتوقع يفي بالغرض. سوني فور يا جماعة الخير يفي بالغرض، صح. طبعا انا متأكد ان في ناس جديدة قاعدة تشوف المقطع هذا، اللي علينا الحين يا جماعة الخير ان حنا ندخل موقع شباك. اوكي حبيبي عزيزي المتابع ركز معي عشان ما تلخبط، يبي تكون كذا تمام. انت شو تسوي؟ تضغط هنا بس، تضغط العربية وتضغط هذا موقع شباك. بعد الله يسلمك انشر اعلانك، عندك شيء تبي تبيعه تنشره، بعدها تختار. اول شيء راح نختاره اجهزه الكترونيه، نحط اجهزه الكترونيه. اوكي اجهزه الكترونيه، جوالات ابل. يا ساتر يا التحديد، هذا الايفون وشو 12 برو ماكس. اللون الحاله جديد حبيبي جديد اللون. باختيارك. لا خلينا نحط له لون ازرق حلو نفس حقي. حجم الذاكره 128 اتوقع مناسبه، يعني تكلفه ترى الايفون. تابع اختر هذا. اذا وصلت لهذه المرحله مالك الا تجيب صوره. وش تسوي عشان تبين لهم ان الوضع فيك واني انا كذاب؟ طبعا هذه السلسله من وراء مزاد المطفرين، يعني ايفون 12 ماكس برو 12 ماكس برو. تجيب صوره بسيطه كذا للايفون، تضغط عليه. اوكي نصور الشاشه يا جماعه الخير. حتى نروح شباك نرفع المقطع، نرفع الصوره. طيب بعد نسوي كذا تحميل ملف ونروح للصوره. وين الصوره؟ هذه الصوره، نحط وصف الايفون ذا العنوان ايفون برو ماكس 12، نحط الوصف. السعر ثابت، لعبة تحديد الأسعار عشان يصدقون، يعني عشان يصدقون راح أحط لهم مبلغ 100 ريال. بس
مستحيل احد يصدق. طيب نسوي متابعه. يقول لك حدد المكان. طبعا كذا تحدد المكان، تجي كذا ارجع ارجع. طبعا في الجوال تقدر، في الجوال برضو سهل مره، تجي هنا بعدين تقفل خلاص. بعدين توصيل مباشره لو يد بيد اثنين الخيارين هذه تقدر تفعلها. بعدها تسوي انشر اعلانك. هذه اللحظه الاعلان يروح، ننتظر. عليكم السلام. كيف طالع أسامة صالح؟ هذا أنا. كيف أنا هذا أسامة صالح؟ هذا اسم حسابي. كيف طالع؟ شيء غريب صح؟ شباك راجع الموضوع هذا. هي طالع هنا اللي قاعد يكتب. أوكي اللي قاعد يكتب يطلع هنا. الغالي كم تبيع الآيفون؟ بمية ريال. مية ريال. أنت من وين؟ أسوي نفسي خوية فهمتوا؟ أنت من وين؟ أنت من وين؟ تستهبل؟ لا والله. في شباب والله العظيم هالشيء هذا خوفني. انا اسمي اسامه صالح كذا، وش اكلم نفسي انا؟ ولكن هو اذا جاي يكتب يطلع هنا كلام، يطلع اسمه هنا 3 ما ادري ايش يطلع. شوفوا هنا، شوفونه هذا لا كذا طلع كذا وكذا. لا بالبحرين ونعم والله نوصل البحرين. اوكي هنا صاحب الاعلان. اوكي فهمت 1000 ريال قصدك صح؟ شكلك ما تعرف تكتب الارقام. لا 100 ريال. 100 ريال. الو اوكي يا اخي كم عمرك انت يا حبيب قلبي؟ الله يسعدكم والله العظيم ما له دخل العمر. عمري 26 نقول له 25. لا انا صادق، لا انا صادق ما يعرف مزاد مطفرين حقين شباك. لحد الان ما عرفوا مزاد مطفرين، في الايام الجايه باذن الله راح تعرفونه. لا انا صادق. تبي ولا الاخير؟ الله جو حقين شباك. حقين شباك ما يعرفونه. شلون 100 ريال؟ شلون 100؟ لا ما داعي يا اخي. يا انك كذاب ولا نصاب. والله صادق. ليه كذبني؟ مو حرام عليك كذب رجال، مو حرام عليك. تبي الجهاز ولا لا؟ بسرعه من قدامنا بس الحين 20 دقيقة. تبي الجهاز ولا لا؟ من الاخير. مو معقوله ب 100 ريال ماخذ لي كرتون بيبسي انا. تبي ولا؟ جرب حظك يا زميلي، ما راح تخسر شيء. جرب حظك. والله العظيم اني ماني كذاب. لا والله ما انت مريحني. الله ايش، الله يستر عليك يا ولد. انت خبيث. ليه تسبني؟ ليه خبيث؟ معليش هذا سوي له كت يا مخرج. كت ليه خبيث؟ لا ما نبغى نسجل الصوت. ليه انا ايش سويت لك؟ انا رجال صادق. شلون 100 ريال ثابت؟ انت خلاص ما عاد ابي ابيعك. خلاص ما ابي ابيعك. حتى اسلوب ما عندكم يا حي، حتى اسلوب ما عندكم. بالتوفيق راح عليك. اوكي اسمع علي كتب لي. ايه يا اخي ريحتوني يا شباك والله العظيم. توترت مع متابعين يما. عرض ايفون يب اي نعم يما. خفت ما احب اطلع كذاب. اخ ايوه هذا اسمه علي محمد. شوفوا يطلع هنا اسمه، تشوفون علي قطع غياره. لا 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 جهاز كامل. يحسب انه مفكك. جهاز كامل وشغال حرفيا. يب عارف بس خربان صح؟ لا شغال معيش كيبورد خربان. كويس جديد يب جديد. شوفوا هنا الاسم يطلع يا جماعه الخير. توترت ما احب انا كذا اصير. كيف شغال ب 100 ريال؟ ايوه انت في مزاد المطفرين. ايه عادي اسوي نفسي عيال طفل. هو فكره الطفوله. بسم الله. ايه عادي. ابوي اعطاني هديه وانا محتاجه. طريقه التسليم كيف لو بشتري؟ مندوب شباك يوصل لك اللي تبي. عندهم مندوب الله لكر. والله دبيري كذاب اصلا. شباك يقدرون يحاسبوني. احنا في شباك الامان عالي. ليه انا قلت صوت بنت؟ 100 ريال او دولار تقصد؟ والله كلها ما تكفي اصلا. بس لا 100 ريال. باقي 10 دقائق يا جماعه الخير. طريقه الدفع ايش تبي؟ ابل باي. باي مره خاصيه حلو عندهم. ابل باي يدفع يضحك. وش شكله؟ مو متخيل عنده ابل باي. ضحكتني. ليه يضحك؟ ليه يحسب انه مطعم؟ فهمت؟ اكتب لا صدق. ابل باي تقول لا صدق. يب صدق. ابل باي هذا. شوف هذا طيط. هذا ابل باي صح ولا ابل باي اللي في البقاله؟ السؤال موجه تحت. ابل باي اللي طيط ولا ابل باي بقاله؟ الحرميه حتى ابل باي يعني.
والله يا سعدني والله يا سعد. لا حرام عليك عليك. أنا صادق والله أنا صادق والله العظيم والله العظيم والله العظيم إني صادق. بس بلغ عليك بشباك. لا 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 لا, لا والله صادق. لا والله صادق. لا يبلغ علي شباك على طول بيبندوني كذا. ولكن بعد المقطع هذا راح أكلمهم وأقول لهم لا حد يبندني أنا صادق يا شباك. طيب أنا هذا بسوي عليه شخصية كاركتر الطفل, بشوف هو بيستغل الطفل هذا ولا ما راح يستغل. يدخل لا صادق وما بدفع بالبي كاش. طيب ابشر اتصل علي اتصل علي. أنت من وين؟ بقول له أنت من وين؟ من الرياض. جميل جميل. أنا من الرياض. أنا من الخرج. رقت ثاني كيلو. أنا من الخرج يا رفيقي. متى قابلني؟ تبيه؟ بشوف الله يمكن يبيه. بخلي أبوي يجيبني لك الحين. أوه شيت أوه شيت. كيف علمنا تصوير؟ أح والله صمت ذا. دقيقة كيف علمنا تصوير؟ أبغى أقول أني لازم أصور. لا بقول حول. طيب أبغى أشوف. بقول حول 10 ريال بس. حول 10 ريال عشان نكد متابع. حول 10 ريال وبعدها تعال. يضحك. لا والله صادق بس قاعد تسجل يا أخي. لا تبحث يا أخي. لا والله صادق. لا والله صادق والله. طيب طيب 5 ريال 5 ريال 5 ريال بس بي عشر التصوير يا أخي. والله العظيم فهموني زين. أبغى عشر التصوير. أكثر شخص بسوي بلاغة الآن عليك. لا لا والله لا والله صدق. شباك حق عمي ترى الموقع. كنت اختبرك يا حرامي. طيب ممكن اسوي لكم اعلان. والله معليش اول مره اطلع من النص بس ضحكني يوم قلت له بالبي ضحك. السلام عليكم اهلا وسهلا حياك الله. كيف حالك حبيبي؟ بشرنا عنك. بتشوف طقطق. والله اني امزح معك يا اخي. انا قاعد اسجل مقطع يا اخي. لا تبعث المقاطع انا. انت ايش فيك ورع انت؟ قسم بالله العظيم. خلاص خلصت 30 دقيقة صدق. قاعد لو انك دافع صدق بعطيك اياه. يلا مع السلامة. وقل ميد عمك يا اخي ضبطونا. مع السلامة. اوكي يا جماعة الخير رجعنا بعد الصلاة. ولكن في شيء حاب اقوله لكم اللي هو يا جماعة الخير اني قبل 3 أيام أو 4 أيام نزلت سلسلة المقايضة. من الممكن ان الدولار يتحول الى 1000 دولار اللي هي رحلة تحويل قلم الى سيارة. المقطع اللي فات ما ابغى احرق عليكم ولكن في المقطع اللي فات حولت القلم الى شغلة, من الشغلة هذه الى ايفون. اللي حاب يتابع المقطع يرجع يتابعه ويدعمني فيه حرفيا. تعبت على الفكرة بشكل مرة كبير من ناحية تصوير وصرفيات كثيرة. فاتمنى انكم تنشرون برضو المقاطع اللي انزلها وكذا. والله العظيم اني احبكم فاحتاج دعمكم حرفيا فترة هذه. فنكمل فترتنا نكمل مقطعنا. طيب عندنا 2 الله يسلمكم راسلين. الرد على اول شخص هنا نكتب له اهلا 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 اخوي يعطيكم. ايش مشاكل كام؟ ما فيها مشاكل ما فيها مشاكل. ورد على الشخص الثاني نقول له إيه نعم الكام موجودة. ردينا عليهم كلهم الحين. اوكي ننتظر ردودهم لان تأخرنا والله. رحت اصلي ورحت اصلع لي قهوة وكلت شوي وجيت. فاتوقع انها فايدة لهم فايدة لي برضو. خل نصور اخر مقطع في الكام عشان اذا بعتها لحد. يا ساتر تأخروا مرة. يلا ردوا تكفون. ايوه هذا رد علي. ايش فيها الكام؟ ما فيها شيء شغالة. هم عشان السعر يحسبونها خربانة شغالة. لكن ابيعها. خربانة ولا لا؟ لا تمام. اوكي يتاخر مره في الكتابه. اتوقع انه داخل من جهاز كمبيوتر لان تكون ثقيله بس بالجواب تكون اسرع. اوكي رد عليه الشخص الثاني. اهلا ما فيها مشاكل. ليش حاط هذا الشخص الثاني ليش حاط سعرها 40 ريال؟ ابي ابيعها. ما في سبب والله. المشكله ما ابغى اقول له فكره المقطع انها سلسله مزاد مطفرين. فبخليها على عماه كذا. ابي ابيعها. والله شغاله وما فيها شيء ولكن ابي ابيعها. طيب ابي اشتريها الحين. كم من وين انت؟ يا ساتر يا ساتر. طيب ده بيشتريها. ودي اصور له اخر مقطع فيها وارسلها له. نو ميموري. اخ ما فيها ذاكره. الحساء. اوكي تمام. الدفع هذا احلى شيء والله فيهم. ادفع عن طريق الموقع. هذا اتوقع شرى من شباك كثير عشان كذا يعرف ان نسبه الامان فيه عاليه. مستحيل ان احد يغش او يكذب. قلت له اوكي تمام ادفع عن طريق الموقع. طيب اقبل طلب الشراء. اوه هذه ما اعرف لها. عروضي. كيف اقبل طلب الشراء؟ ها اعلاناتي طلباتي اعلاناتي ثواني مزاداتي لا. طيب دقيقه نسوي كذا. تم النشر. كيف اقبل؟ تعال
اعتذر، بدا الدردشه. طيب دقيقه، لاني انا صاحب دردشه، بس كيف اقبل؟ كيف اقول لك كيف اقبل؟ لو سمحت، لو سمحت كيف اقبل؟ اوكي طيب، تم قبول طلب الشراء، يمكنك الان دفع عبر الانترنت ثم استلم منتج. لا تشيل هم، سيتم تعليق المبلغ لدى تطبيق شباك حتى تقوم باستلام المنتج. اوكي خلاص اوكي ثواني، هو لازم يسوي تاكيد اتوقع. والله هذا شراه، الله يهنيه. المهم هذه راح انهيها. المهم خلاص، مبروك، تواصل معي بقول هذه راح انهيها جماعة الخير، لاني والله ما عرفت لها وما ابغى ادارك. تمام اوكي، مبروك لك. باقي ما وصلت، بس عطني 30 دقيقة لان تمام، كما يحسب لي اني حرامي. خلني اكتب له تمام، اشوف رده. طيب يا جماعة الخير، عندنا المنتج الثاني انباع، باقي المنتج الثالث. المنتج الثالث انزل الحين ولا خليه في الحلقة الجاية؟ تم الدفع من شان. ايوه اوكي معليش شباب، معليش. اوكي يا جماعة الخير، عرفتها. تم اختيار توصيل التسليم يد بيد. اوه يا سلام، لحماية حق الجميع يرجى الالتزام بالتالي: التواصل داخل محادثة في التطبيق، الدفع يتم داخل التطبيق وليس خارجه. اوكي لمحفظة أسامة صالح مباشرة. تم اختيار توصيل عبر التسليم يد بيد. الآن يتم الاتفاقية بينكم على مكان آمن ومناسب لاستلام المنتج، لأي يتحمل شباك مسؤولية المنتجات في التسليم اليد بيد. اوكي، يعني ما يتحملنا خربان او كذا. اوكي خلاص، شريت. اوكي خلاص، هذا وصلت لي يا جماعة الخير. طيب إلى هنا يا جماعة الخير، وصلنا نهاية مقطع اليوم. السوني راح يكون في السلسلة الجاية، جاهزوا. ممكن الرقيب بدل ما اخليه سوني 4 ممكن اخليه اشياء كثيرة. تم الدفع بنجاح، خلاص الرجال وصل لي مبلغه. يب يا جماعة الخير، ان شاء الله مقطع اليوم عجبكم. لا تنسوا تضغطون على اللايك وتشتركون في القناة يا جماعة الخير، نبغى نوصل 200,000. خذوا المقاطع هذه وانشروها في جميع حسابات التواصل الاجتماعي. وبس والله يا جماعة الخير، سلام.